بمدينة الرشيدية تم تنظيم لقاء حول السياسات العمومية في مجال مواكبة النساء ضحايا العنف بمبادرة من جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي. هذا اليوم الدراسي تميز بمشاركة مسؤولين وأساتذة جامعيين وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني، وتروم هذه التظاهرة إجراء نقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة. هذا اللقاء الذي نعتبره كمجلس وطني حقوق الإنسان عبر لجنته الجهوية كمحطة أساسية، والتي نتوخى من خلاله كفرصة للفهم العميق والشامل لظاهرة العنف ضد النساء. يسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى المساهمة في تعبئة الفاعلين المعنيين بهدف تعزيز الوعي بمدى انتشار هذه الظاهرة وبحث سبل الحد منها. هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، والذي يتمحور حول تقييم السياسات العمومية المتعلقة بمواكبة وتتبع النساء ضحايا العنف، يأتي في إطار الانخراط الدائم للجمعية في الدفاع عن قضايا المرأة، ويأتي كذلك في إطار المسلسل الترافعي الذي تقوده جمعية الألفية الثالثة من أجل الدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. خلال هذا اللقاء تم التركيز على الحماية القانونية التي يمكن أن تستفيد منها النساء ضحايا العنف، سواء من خلال خلايا الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف أو القانون 1303 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.